مؤسسة الهيئة العليا للاتصال السمعي صور المنظومة الإعلامية. وهنا التوصيات حاليا المشتبه فيهم وهم أربعة، يجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل أولا تحديد الملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، الكشف على الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة. للسيد رئيس الهيئة المركزية للنزاهة، وأشار السيد رئيس الحكومة إلى السرعة التي اتسمت بها حركية وعمل الأجهزة الأمنية من أجل الوصول إلى الجنات في سرعة قياسية والتمكن من إلقاء القبض عليهم، وأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط يشرف على هذا المسار وسيعلن عن كل المستجدات المرتبطة بهذا الأمر. صدق المجلس على نصي مشروعين مرسومين. أكد السيد رئيس الحكومة على الإدانة الواسعة من الجميع لهذا السلوك الإجرامي الإرهابي، فهو عمل مرفوض لا ينسجم وقيم المغاربة ولا مع تقاليدهم ولا مع تقاليد تلك المنطقة بالضبط، فهو عمل مدان مرفوض نستنكره استنكارا شديدا. إلى تعزيز إحداث فرص الشغل بالنسبة، وأن العمل المتواصل مكن في السنة الماضية وهذه السنة فقط من تفكيك 20 خلية متهمة بالإرهاب، هو عمل ليس بالسهل. حيث أشار لابد من التنويه بإقدام مجموعة من السياح على زيارة المنطقة، وعلى اعتبار أن الجواب على مثل هذه العمليات هو أن يستمر النشاط السياحي كما كان بحيويته وبتدفقه، وهذا واحد شيء مهم.